وبعد ما خلصنا المتحف وجولة المتحف في الحلقة السابقة، يبي له أكل. اي والله يبي له أكل. خلينا نشوف وين رايحين الحين. رايحين غرايف، غرايف ناكل أكل كويتي. خلينا نشوف شلون طعم الأكل عندهم. حاطين تلفزيون بالكابينة. والله صدق مطعم غرايف المجابرية القعدة حلوة. تفضل. شرب الدياي ذرة خنجر، يعني مو شرب الدياي ذرة مثل ما هم كاتبين، هي كريمة الدياي ذرة. حلوة. بس كله واحد كتف. ماكو هبة كله مع شحم. كتف لا مع شحم. أبي شيء ما في شحم. حبيب. شيء وايد يازلي صراحة ما شفته في مطاعم ثانية. كاتبين هني على الورقة هذه اللي يحطونها قدامك: ضيفنا الكريم، إذا زاد شيء من طعامك فلا تتردد بأن تطلب من الجرسون طبق شكر النعمة، واحمل الطعام الزائد معك إلى المنزل أو تصدق به أو نحن نتصدق به. برافو. تفضل. ممكن صلصة دبس رمان؟ موجودة. موجودة؟ هذه؟ أيوة. شكرا. كبيرة سلطة صراحة، ما توقعت، ولكن عشان تصير أحلى. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ تكثر من دبس الرمان عشان الشكل والطعم. شلون باكل هذا بروحي؟ يلا. وصل الطبق الملك. مجبوس لحم. طبعا عندهم لحم عربي ولحم استرالي. هذه قطعة الكتف. الله. مع مرق بطاط طبعا، ما يحل الاكل الا مع مرق بطاط. زين شلون اكل الحين؟ اكل الكفشة. طبخين العيش وحاطين عليه اللحم، ف الدهن مال اللحم نازل على العيش وصاير يا اخي رجيم رجيم. ما ناس ما
أنا آسف، ولكن يعني صراحة يعني شو مدري بطلت الباب حياك؟ ايش هالناس هذول؟ الحمد لله والشكر. انا قاعد اتعذب، صوتي تغير، ما بقى له لقمتين، نطروا علي شويه. الحمد لله خلصت. ولكم اقول لكم شلونك. هي خوش خدمه، بس الشيء الوحيد العيب عندهم، او مو الشيء الوحيد، هنا اقول لكم بس انه غلطان، بس ما عندهم حلو. حلو ماكو، زين يبلك قهوة ويبلك شاي تمر، بس بعد اشتري. طبعا شوربة حلوة، سلطة حلوة، العيش حلو، ولكن يعني لما تخلص الصحن راح تلاقي برشة دهن، يعني الدهن لا يوم الدهن في دهن، هذا شيء، هذا عيب. والعيب الثاني انه يبلك الشوربه ويبلك السلطه ويبلك العيش ويبلك كل شيء بنفس الوقت، فانت توهق ما تقدر تاكل، واذا بتخلص السلطه والشوربه على ما تيجي العيش واللحم بيصير بارد، تاكل العيش واللحم بعدين تروح حق الشوربه بتصير بارده. ف يعني هذا شيء، ولكن بشكل عام الاكل حلو صراحه. خلصنا الحلقة، حط لكم الحين سعر وهم بالعملات الخليجية كم يصير، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية مع مطعم جديد أو مكان جديد على حسب. السلام عليكم.